السلام عليكم، صباح الخير او مساء الخير. الرحلة النهاردة هتكون من المتحف القومي للحضارة المصرية. الفيو طبعا جميل جدا وبيطل على عين السيرة. الفيو روعة. المهم ان المتحف ده بيضم 50,000 قطعة اثرية بتحاكي مراحل تطور الحضارة المصرية من أول الحضارة الفرعونية لحد الحضارة الحديثة والمعاصرة. ودي شاشة جوه المتحف بتعرض تقريبا حياة مصر القديم والنقوش اللي هو نقاشها على الجدران معناها ايه. ودي برضو شاشة في وسط القاعة بتعرض الموجود في المتحف، والصورة دي جميلة قوي. أنا بحب تقطيع المصر القديم. أول حاجة قابلتني كانت اللبس الشعبي والبدوي والاكسسوارات بتاعته والبرقع بقى والطرح، شكلهم حلو قوي، وبالذات الاكسسوار كان عاجبني قوي. الاكسسوار اللي هو على الشمال في الآخر ده كان تحفة. وده بقى التراث الشعبي والسيناوي. الأحذية الثلاثة دول، واحدة للأرملة واحدة للعزباء واحدة للعروس، دلوقتي هما مش معروفين خالص، قبل كده كانوا معروفين. ودي بقى كسوة الكعبة، كانت بتصنع من قطن وقطيفة وحرير وكتان، والألوان بقى أبيض وأحمر وأصفر. بس في عهد الخليفة العباسي المأمون صنعت من الحرير الأسود بس. ده بقى المحمل اللي كان بيحمل الكسوة لحد بلاد الحجاز. ده بقى تصميم لبيت نوبي، جميل جدا. والشباكين اللي هناك دول لما بصيت فيهم حسيت ان دخلت بلاد النوبة وأسوان. دي بقى أباريق من النحاس منحوتة بأشكال هندسية، بيعجبني جدا الفن بتاع النحاس. دي بقى نحت التمثال لخديوي إسماعيل. طبعا مصر شهدت في عهده ونهضة معمارية كبيرة جدا، بس أكتر ما عجبني هو دقة النحت والتفاصيل. برضو ده منظار كان ملك الواحد اسمه محمد علي بك، وكان سعودي. كان بيوضع فيه مشاهد الحج بأنه كان بيعرض صور مجسمة ثلاثية الأبعاد، بيتم تكوينها ان هو بيحط صورتين لنفس المشهد على بعد 6 سنتي على شريحة من الزجاج. والشاشة بقى دي بتوضح الصور اللي هو التقطها محمد علي بك. ده كان صندوق مزخرف بيحط فيه المصحف الشريف. دي بقى مشغولات معدنية من العصر الإسلامي، مطعمة بالذهب ومزخرفة بزخارف نباتية وهندسية، ما شاء الله جميلة. ودي ترابيزة عشاء اللي هي الطويلة دي. ده منبر إسلامي من العصور الوسطى من الخشب ومطعم بالعاج. ودي برضو سجادة، مشغولات برضو يدوية. ودي مشكوات من العصر المملوكي، ودي اللي كانوا بيحطوا فيها المصباح أو القنديل. المصحف الشريف أوراقه كلها كان بتبقى من أوراق الذهب ومزخرفة بزخارف نباتية، والجلد برضو كان مزخرف. الكنز ده عثروا عليه عام 1989، وكان موجود داخل إناء من الفخار كان مستخبي في جدران قلعة رومانية. وده هيكل عظمي عثروا عليه مدفون بالقرب من نزلة خاطر بمحافظة سوهاج، والهيكل ده كان لشاب لسه صغير. والأدوات دي كانت بتصنع عن طريق، ودي أدوات الحجرية يعني، كانوا بيصنعوها عن طريق الضرب أو الضغط، بأن هما بيحموها يعني ويسنوها ويعملوا منها بقى سكاكين ومشرط وشفة حلاقة وفاس. وفضلت مستخدمة على مر العصور التاريخية واتطورت، وبعدين بقى حلت محلها الإيه، الأدوات المعدنية. نيجي بقى للسفن والزوارق. السفن دي كانت وسيلة مواصلات رئيسية في مصر القديمة زمان، وكانت بيصنعوها من أعواد البردي. وأما سفن الإبحار بقى كانت بتصنع من أخشاب الرز.
والسفن الحربية كانوا بيصنعوها من المعدن، وسفن التجارة برضو ونقل البضائع برضو كانت بتصنع من المعدن. ودي أرضية من الفسيفساء عثروا عليها في الأسكندرية في منطقة الشاطبي سنة 1892، مصنوعة من الرخام طبعا، وتعد من أقدم قطع الفسيفساء. دي بقى الموازين والمقاييس في زمن مصر القديم. طبعا لازم المصري القديم يروق على نفسه. الآلات الموسيقية كانت معتمدة طبعا على ألحان بيحفظها الناس اللي بتعزف، ويتولى قائد الفرقة توزيعها، والناس اللي بتعزف دي بيعزفوا على 3 مجموعات من الآلات: آلات النفخ والناي القصير والناي الطويل والبوق النحاسي والمزمار، والإيقاع بقى كان على الدق القصير والناي الطويل والمستطيل والدف المدور والتار بقى والطبلة والمصفقات الخشبية والصاج الحاجات النحاسية اللي هو الصاج النحاسي ده. دي خيمة الجنازة للأميرة إست. المصري القديم كان بيصنع خيام كوسيلة مؤقتة للمعيشة، كانوا بيصنعوها من الحصير المجدول ومن قماش الكتان، وكانوا بيستخدموها كمان في رحلات الصيد وفي الحملات الحربية، وبيستخدموها مقرات لتماثيل الآلهة. ده بقى الكرسي بتاع الملكة حتب. ده تمثال الملك أخناتون لما تولى أمنحتب الرابع السلطة، دعا الناس لمذهب دين جديد بيجمع فيه صفات المعبودات كلها في ذات، يعني في إله واحد اسمه أتون، وبيدعو الناس للسلام وتسامح الدين. وكان لدعوته تأثير كبير جدا على الحياة الفكرية والدينية والفنية في مصر القديمة. دي بقى المشربية، والمشربيات دي كان ليها دور كبير قوي في تنظيم الضوء في العمارة الإسلامية، وكانت من أهم المظاهر الفنية والحضارية في العصر الإسلامي. بيرجع تاريخها للقرن السادس الهجري، وازدهر الفن ده في العصر المملوكي والعثماني. والمشربيات دي كان بيتميز بيها البيوت المصرية، وليس لها مثيل في أي بلد في العالم. دي لعبة السنت، كانت بتتلعب بين فردين، فيها شبه من لعبة الشطرنج. وده طبعا التجميل للمرأة المصرية القديمة طول عمرها متألقة، والصندوق والمراية المعدن. ودي كان أساس لأساس جنائزي، النقش اللي على الصندوق والكرسي جميل قوي، والتنظيم الأساس نفسه عجبني. العملات الإسلامية، العملات كانت بتصنع من الذهب والفضة والنحاس، الدينار من الذهب والدرهم من الفضة، والفلس كان من النحاس. وبس كده انتهت جولتنا. أتمنى الفيديو يعجبكم، وأشوفكم الفيديو الجاي. سلام.